عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. مرحبا بالإخوان اللي التحقوا. كنت في دار الباقية كما العادة، نصبروا واحد جوج دقايق ولا ثلاثة ونتوكل على الله. الإخوان اللي حاضرين معنا، الصورة مزيانة، الصوت مزيان، كان حتى شي مشكل قبل ما نبدأ. بارك الله فيك سي ناصر، بارك الله فيك، سلمنا على الإخوان كاملين. شكرا جزيلا. كان شي اخ قبيله في واحد التعليق قال لك اودي واش ممكن نخليو هاد اللايف حتى يكمل الماتش ديال البارسا. نعتذر منه، راك عارف حنايا دوك راه التزمنا بهاد التوقيت هذا مع التمنية، حنا ما عندنا حتى شي علاقة بالبارسا ولا بكرة القدم. انا شخصيا ما كنت فرج كرة القدم، ما كنت بحب. بارك الله فيك سي صالح، شكرا. وعلى كل حال الاخوه اللي مهتم بالموضوع اللي حضر معنا مرحبا به، واللي تعذر الحضور ديالو لاي سبب من الاسباب، راه اللايف راه غادي يبقى مسجل كما العاده، وراه غادي يكون في يوتيوب. واللي بغى عنده شي سؤال ولا واخا حتى ما لحقش على البث المباشر، راه يصيفط لي في البريد ديال الصفحه نجاوبه باذن الله. راه بزاف ديال الاخوه اللي كيصيفطوا دي ميساج. تبارك الله سي هشام، مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. سي أيمن مرحبا. أيمن جيت بغيت تولي جران بيرياك، تبقى تصلح يا عباد الله في العقبة. إذا نتوكل على الله، على بركة الله. قبل ما ندخل في صلب الموضوع، واحد الإشارة بسيطة، لأن تلقيت بزاف ديال الرسائل واتصالات من بعض الإخوان اللي كنعرفهم شخصيا بالنسبة للقضية ديال الموضوع ديال السباق ديال فاس، اللي بغاو يمنعوني من المشاركة فيه. مهم، انا وجهة النظر ديالي راني شرحتها في الفيديو، انا كعد اقرا من حقي اني نشارك. هما العذر اللي قدموه هادوك الناس هو الله يبارك فيك السي يماني، قال لك حنايا عندنا قرار من الجامعة بحرماني كامل المشاركة، ما عندكش الحق تشارك. المهم نخليو هاد القضية لحصة اخرى ان شاء الله. المهم انا المهم الفيديو اللي نشرته سابقا هذه 3 ايام ولا 4 ايام راني شرحت فيه كل شيء. نقطه اخرى، بزاف ديال الاخوان كيسولوا كيقول لك اودي راك كنت كدير لنا فيديوهات، هضرنا على الجامعه، المشاكل ديال الجامعه، الصداع ديال الجامعه، خروقات ديال الجامعه، وزيد وزيد وزيد. شفناك شويه نسيت شويه هذا الموضوع. انا ما نسيت ما والو، راه الصراع، انا الصراع ديالي مع الجامعه صراع ابدي وما غاديش يكمل حتى تسجد هذه الجامعة وترد للدراجة الجبلية الاعتبار ديالها والحقوق ديالها المسلوبة اللي سلبتها من هذه الجامعة. بالنسبة لكذا كاين إخوان اللي مكلفين بهذا الأمر، هذا سي الزيتوني وإخوان أخرين اللي راه ما مقصرينش ودايرين أكثر من جهدهم. أنا ما بغيتش نكوبي داكشي اللي كيديروا إخوان أخرين، أنا فضلت أنه اللايف ديالي يكون موضوع اللي المهم اتجاه اخر، الناس اللي يستافد منه الدراج في ما هو عملي تطوير المستوى ديالهم. كما قلنا راه اخوان اخرين قايمين بهذا الدور وهذا المجال هذا، وراهم دايرين تشاش للجامعه وراهم مبرزطينها. وما تعتقدوش انه لا الجامعه ولا المسؤولين ديال الجامعه ولا العصاب ولا
انه راه ما مسوقينش لهذا الشيء اللي كيتكتب في فيسبوك ولا كيتقال، راه كيباتوا بلا نعاس، راه كيدير لهم القوق في الراس تبرزيت. غير المشكله اللي كاينه هو انه هاد الناس اللي كتهضر تهضر على حقوقها وعلى حقوق الدراجه وحقوق الدراجه، للاسف قله قليله، اغلبيه ساكتين. مهم لكل سببه. مهم ندخلوا في صلب الموضوع، الموضوع ديال الحلقه، وهو كما قريت العنوان كيف اصبح متسلقا جيدا، لانه من خلال استطلاعات الراي اللي كتندار على الصعيد العالمي، ومن خلال الحوار مع الاخوان الدراجين، بين اكبر المشاكل اللي كيعانيو منها الدراجين وما لاقي لهاش حل، وهي الطلع، كيفاش نكرامبي مزيان. راه كتلقى الكورار ولا الفيتيتيس مزيان 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 مزيان، من جيل العقبة كتحفالو كيتبلونطا، ماشي كاملين بطبيعة الحال، كاين اللي كرامبور مزيانين ولكن كاين اللي كديرو هاد القضية مشكلة. لا، أولا نعرفو شكون هو الكرامبور. التعريف ديال الكرامبور راه ديجا باش نعرفو شكون هو الكرامبور ما بيناتنا هنايا، راه خص نشوفو المستوى ديالو في انكول العقبة ديال بصح طلعة ديال 10 كيلومتر الفوق، راه ماشي غادي نطلعو طلعة ديال كيلومتر ولا 2 كيلومتر واللي طلعها اللولو هداك صحيح كيطلع يتمشى مزيان في العقبة، راه ماشي بالضرورة. طلعات قصار خفاف ما فيهمش بزاف ديال 1 كيلومتر 2 كيلومتر حتى 3 كيلومتر، راه ممكن ان سبرينتور يطلعهم مزيان، يطلعهم احسن من لي كرامبور، لانهم كيحتاجو لا بويسونس بالدرجة الاولى. واحد اللي صحيح راه كيطلع مزيان. وانما اذا كانت عقبه ديال بصح انكور اللي فيهم 8 10 15 20 30 كيلومتر، راه الا ما كنتش كرامبور ديال بصح راه والله ما تحط رجلك فيه، راه قيت الله. نقطه اخرى باش نكونوا واضحين، الله يجازيكم بخير، باش نكون ان فري كرامبور متسلق ديال بصح، راه هادشي كيعتمد بواحد النسبة كبيرة على المؤهلات الطبيعية كيعطيها نسيج ربي. ولكن الدراج كما خلقو الله سبحانه وتعالى، راه كاين اللي تخلق باش يكون كرامبور، كاين اللي تخلق باش يتكرفس في العقبة، واضحين. راه ميمكنش نتايا ميز في العقبة وما عندكش لا فورم ديال كرامبور، لو كاباري ديال كرامبور، وغادي تقول لي غادي نتبع واحد البروغرام دونترينمون ولا نتبع شي حوايج وغادي نولي نطير في العقبة. حنا الهدف ديالنا انه تطور المستوى ديالك، ما غاديش تولي ان بيغ غرامبور، انه العقبة نبقى نطلعها مزيان. الا كنت كنطلعها ما نعرفت واحد العقبة معينة، واحد الكول معين كنت نطلعو مثلا ما كنتجاوز فيه 10 حتى 12 كيلومتر في الساعة، شويه بشويه نوصل لديك 14 15، ولكن راه كاين الناس اللي غادي يبقاو يطلعوا اكثر مني. باش مابقاوش نكذبوا على رسالنا ونقول لا انا بعد اسابيع ولا اشهر ديال التدريب غادي نولي ان فري غرامبور، الا ولا كان عندك لو بروفيل، عندك الفصاله ديال غرامبور، راه غادي تزيد تطور المستوى ديالك باش تطلع مزيان. ولكن الا ما مديورش باش تغرامبي الله غالب كما قلت، ولكن ما غاديش نستسلم، ما غاديش نحط السلاح كما كيقولوا، ولكن ممكن نطور المستوى ديالي. مهم باش حتى واخا يهربوا لي عباد الله مثلا اللي كيشارك في السباقات، واخا كان الله شي غادي يبقاو يهربوا لي بزاف، مهم نزيد لو ريتم ديالي. كاين حاجه اخرى، هاد الناس اللي عندهم مشكل مع الطلع ما كيغرامبيوش مزيان، غالبا كيتشكل لهم حاجز نفسي. طيب التجربة ديال الإخوان اللي كنعرفوهم، كيتشكل عندو حاجز نفسي، كيبقى ديك العقبة كيهرب منها كيخاف منها، صافي كترسخ عندو فكرة أنه أنا العدو ديالي هو الطلع. أنا صحيح كنتمشى مزيان، كنرولي مزيان، كنسبرينتي مزيان، لي بوس الصغار كنطلعهم مزيان، التكنيك عندي مزيان، كلشي مزيان الحمد لله، لا ديسونت معلم، ولكن العدو ديالي هو العقبة. الوغ كيتشكل عندي واحد الحاجز نفسي كنبقى غير هارب منها. ديجا نهار اللي يكون شي باركور اللي فيه العقابي بزاف ما نمشيش، ولا نمشي بوحدي باش ما نتحشمش باش ما يلاشيونيش. هادشي اللي كيديروا الناس،
وهي المفروض انه العكس. هذيك نقطة الضعف ديالي، هذيك المسألة اللي ناقص فيها، راه هي اللي خصني نخدم فيها مزيان، ما خصنيش نهرب منها. لانه كما قلنا في واحد الحصة، يمكن الحصة الثانية ولا الثالثة ديال البث المباشر، قلنا انه البروغرام دونترينمون، البرنامج ديال التدريب، من كان صوب البرنامج ديال التدريب السنوي والشهري المهم ديالي، راه كيفاش ندير له لا كونسيبسيون، كيفاش غادي ندير نصاوبه، على حساب لي زوبجيكتيف ديالي، على حساب الاهداف ديالي، على حساب الحاجيات ديالي. وداك الشيء كنبقى نبدله ونطوره مع الوقت. قلنا الحاجه اللي ديجا راني مزيان فيها غادي نبقى نخدمها مره واحده في السيمانه، غير بوغ لو مانتيان، يعني غير باش نحافظ عليها. الا مزيان انا في لونديرونس، صافي لي سيونس لونديرونس غادي نبقى نخدمهم مره واحده في السيمانه. الحاجه اللي ناقص فيها قلنا غادي نبقى نخدموها من جوج مرات حتى لثلاثه في السيمانه باش نطوروها. الا انا ناقص في الطلعات، راه خصني نبقى نخدم الطلعات بزاف، خصني نخدم العقبه بزاف، وخصني نبقى نتريني فيها بزاف. الوغ الفرق عاوتاني ما بين الطلعه العقبه وما بين البلا، فين كاين الفرق؟ الفرق الاساسي وهو انه في العقبه ما كتنفش، ما كتريكوبيريش، ما عندكش هذاك الوقت ديال الراحه. ملي كنكونوا في البلا، تقدر تضرب مثلا 3 سوايع ديال البيدال في البلا، باركور بلا ولا ما فيش العقبه بزاف، راه المجهود هذاك لي فور ديالك في لونطريمون ما كيكونش متواصل لمده 3 سوايع، لانه كتلقى واحد لا ديسونس كترتاح فيها، كتريد البيدال بلاصه سهله كترتاح فيها شويه شويه، راك متجوس في وسط، كان الريح راك متجوس في وسط الباكي، راك مرتاح، المجهود ديالك كينقص. الوغ كو العقبه، لا العقبه ما كترتاحش، مجهود متواصل لمدة طويلة. إذا كان شي كول طويل مثلا ديال 20 25 كيلومتر 30 كيلومتر، وانت يا غير طالع، راه تقدر جوج سوايع ديال المجهود كما قلت ما غاديش نرتاح فيه، والدقات ديال القلب ديالي كيكونوا طالعين بزاف، راه ما غاديش يهودوا على 81%. هنا فين كتكون الخصوصية والصعوبة ديال الطلع. حاجة أخرى، آخر حاجة عليكم السلام ورحمة الله، سي زيتوني مرحبا. قبل ما نمشي للنصائح اللي جمعتها لكم، اخر نقطه وهي غير باش نعرف واحد القضيه، الله يجازيكم بخير، اللي كنأكد عليها دائما، راه الا بغيت المستوى ديالي يتطور، راني خصني نتكرفص، خصني المعاناه، يجب ان اعاني الا بغيت المستوى ديالي يزيد. تقول ليش غادي نبقى نتريني اونترينمون خفيف، لقطات خرجات خفاف، غير بشويه عليا وغادي النيفو ديالك يزيد؟ شكون هما اللي كيديروا هاد الخرجات خفاف؟ خرجه جوج خرجات في السيمانه، ساعه ونص، جوج سوايع، وغير بريتم ناقص، وغير بشويه سياحه واصفار. اللي داير هاد الرياضه هادي ديال الفي تي تي ولا السيكليزم غير من اجل السياحه، ولا دايرها غير للترويح يعني النفس، ولا دايرها غير الصحه ديالو، المهم غير باش نكسب صحتي، نحرق شويه ديال لي كالوري، نعرق شويه، نشط شويه الدوره الدمويه، ولكن الهدف ديالو ماشي هو التطوير ديال المستوى ديالو ولا المشاركه في السباقات ولا. ولكن الانسان اللي باغي يشارك في السباقات، يعني باغي النيفو ديالو يزيد، باغي النيفو ديالو يطلع، باغي يزيد لقدام، راه خصك تكرفص، تكرفص وتسخف وتطيح، وواحد الجمرات في السيمانه ولا تدخل، راه ما قادرش تتحرك، حتى النعاس يتلفلك والماكله ما تقدش تاكل، وزيد 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 وزيد، ضروري ضروري من تما راه الكحله الا باغي نزيد لقدام. الوغ غادي جمعت واحد المجموعه ديال النصائح اللي متعارف عليها عالميا باش نطور المستوى ديالي في الطلوع في العقبه، باش نبقى نقدر بي مزيان. كما قلنا احنا الهدف ديالنا هو انه الى مثلا انا واحد العقبه معينه، واحد الطلعه معينه، واحد الكول معين مثلا فيه، المهم كان ديجا شوف غير بين قوسين، بنادم دائما خصو يكون عنده مؤشرات في لونترينمون ديالي، خصو يكون عنده فيه مؤشرات باش يعرف التطور ديالو. الاخوان الله يجازيكم بخير، نقطه اخرى، راني كنشوف شي اخوان ديرو شي راه كيبوستيو شي اسئله، سي عزيز روندوني الله يرضى عليك، اللي متعارف عليه في هذا اللايف انه من كان واحد نص ساعه الاولى ولا 40 دقيقه تخصص للشرح، ومن بعد كنفتح المجال للاسئله اللي بغى يسول شي حاجه، غير نكمل الشرح باش ما نقطعوش الافكار للاخوان حتى هما باش يتبعوا معنا مزيان، ونوليو للاسئله باذن الله. وسمح لي السي عزيز، بارك الله فيك. قلنا دائما خص يكونوا عندي مؤشرات، مثلا انايا نكون عارف مثلا العقابي اللي قراب لي لداري، الطلعات اللي معروفين، عارف التوقيت اللي كندير فيهم،
الناس اللي كيخدموا سترافا راه هاد القضيه كاينه، ما كانش نعقل داكشي في لا ميموار ونكتب انا الطلعه الوا فلانيه اليوم درت فيها ساعه وعشرين دقيقه ونسجل داكشي وطالعها ب 10 طالعها ب 12 باش انت اللي سمح لي الساعه عزيز بارك الله فيك، ولا باش نعرف المستوى ديالي فين راه يزيد واش راني نزيد ولا راني نقص. قلنا حنا دروك الهدف ديالنا هو انه الى انا مثلا شي طلعه من داري كنطلعها ما كان ب 10 حتى ل 12 كاع الماكسيموم كيلومتر في الساعه الى كتلتها باش نبقى نقدر نطلعها ب 13 و14 و15 كيلومتر في الساعه. الوغ جمعت واحد 8 ولا 9 ديال النصائح، مهم جمعت فيها الخلاصه ديال كاع داكشي اللي كاين. اول حاجه واهم حاجه وهي الانقاص في الوزن. غالبا هاد الناس اللي كيتشكاو من الطلعه، ماشي كلشي ولكن واحد النسبه كبيره منهم اللي عندهم مشاكل في الطلعه، وهما الناس اللي عندهم وزن، يا اما وزن زائد يعني عندهم نسبه كبيره ديال الشحوم، ولا هو ان غون غاباري كما كنقولوا، يعني انسان طويل وعامر وصحيح واخا غير لي مشكل عنده بزاف، عنده العضلات بزاف، وهذا راه عائق كبير جدا. انه تصور ما يمكنش انايا فيا 80 كيلو مثلا، وعليكم السلام ورحمه الله، سي امين، يمكنش انا فيا 80 كيلو غادي نطلع بحال واحد اللي فيه 50 كيلو، منطقيا ما يمكنش. بالخصوص اذا كان انايا عندي وزن زائد، يعني نورمالمون انايا وكنتريني مزيان وننقص الميزان وننقص هذوك الشحوم الزائده اللي فيا، غادي تولي فيها غير واحد 65 كيلو، الوغ كو راه عندي 15 كيلو زايده كلها شحوم. هذيك 15 كيلو اللي زايده راه عائق كبير جدا في الطلعه. ميرسي ادريس، انا قلت غير 80 كيلو، ما بغيتش نعيق. هذاك راه عائق كبير، راه فيه كيطرح لنا جوج مشاكل داك الوزن الزائد. اولا لانه راك من كطلع في العقبه وراه عندك لابونت، راه كطلع واحد 15 كيلو زايده، هذيك 15 كيلو راه كترد داك الله. انه تخيل غير انتيا دروك كيما راك طلع واحد طلعه معينه كطلعها بواحد الريتم معين، وهز في ظهرك واحد الساكادو فيه 15 كيلو ولا في البورت باجاج، وتشوف السرعه ديالك كيفاش غادي تولي. واه سي صلاح الله يحسن العون، متفاهمين؟ راه غادي تشوف الفرق. هز 15 كيلو وطلع، غادي تلقى تنقص لك واحد 3 ولا 4 ولا حتى 5 كيلومتر في الساعه في الريتم ديالك في الطلعه. من ناحية أخرى هذاك الوزن الزائد، هذوك الكيلويات الزايدين اللي في الجسم ديالك راه حتى هما كيستهلكوا الطاقة، متفاهمين؟ حتى هما كيستهلكوا الطاقة، هذيك الطاقة اللي انت موفرها للجسم ديالك واللي كاينة عن طريق الأكل ولا وهذا وهذا وهذا، راه حتى هي بدل ما توزع على 60 كيلو ولا 65 كيلو، راها كتوزع على 80 كيلو. كيف الانسان اللي زايد في الميزان راه كيستهلك الجسم ديالو طاقه اكبر، وبالتالي في الساعه كيعيا، سيرتو الا كان، وهذا الشيء كيأثر بزاف سيرتو الا كان الكول طويل، طلعه طويله ديال جوج سوايع وانت كتكران بي، راه في الساعه غادي تعيا مقارنه مع واحد اللي الوزن ديالو ناقص. هاد النقطة هادي كاين واحد التناقض كنشوفوه عند مجموعة من الدراجين. دوك الدراجين عارفين هاد النقطة هادي في الوسط ديال لي كوغوغ وديال لي فيتيتيست، هاد النقطة معروفة بأنه شحال ما كان الوزن ناقص شحال ما كطلع، ولكن فاش كتلقاهم كيستثمروا، كتلقى الدراج كيستثمر ماديا واحد الثمن باهظ باش يشري واحد الفيلو اللي خفيف. كتلقى مثلا واحد الدراج شريتو اللي كيشاركوا في السباقات، ولا كتلقى عنده واحد الفيلو مثلا الومنيوم، ولا فيه مثلا هذا الفيلو فيه نهضر على الفيتيتي مثلا فيه 12 كيلو وكيطلع بواحد لو ريتم معين، صافي كيشوف راسو ناقص في العقبه وما كيطلعش مزيان، كيقول لك البسكليت عندي ثقيله، الفيلو ثقيل، خصني شي فيتيتي كاربون تكون شويه خفيفه باش نبقى نكرامبي مزيان. وداكشي اللي كيدير راه يخسر الفلوس ديال بصح، يمشي يشري واحد الفيلو كاربون فيه 8 كيلو ولا 9 كيلو مثلا، راه ينقص. هاي شوف راه ديك 3 كيلو ولا 4 كيلو اللي نقصها ديال الوزن ديال الفيلو، راه خسر فيها واحد 8000 درهم ولا 9000 درهم.
مزيانة وراه ربح واحد شوية ديال الميزان. على الكرة خويا راه ممكن تخسر نتايا حتى 10 كيلو فابور بيليكي بلا ما تخسر حتى دور، بدل ما تنقصها في الفيلو نقصها من الكريشة، نقصها من لي هونش، نقصها من لي كويس، نقصها من الحنوك. ولا لا كنهضر سيرتو على الناس اللي عندهم ان سيغ بوا، عندهم وزن زائد. ترينا خويا مزيان ودير شوية ريجيم وعرف كيفاش تتصرف بداك لونطرينمون باش تنقص شوية ديال الميزان، وها انت ربحت واحد 10 كيلو بليكي بلا ما تخسر حتى فرنك، والمستوى ديالك غادي يتزاد في كل شيء، لا في البلا ولا في الطلعة ولا كل شيء. الوغ باش ما نطولوش بزاف في هذه النقطة، باقي نقاط اخرين بزاف. قلنا اول نقطة واهم نقطة باش نطور المستوى ديالي في العقبة باش نبقى نطلع مزيان، وهو نقص الميزان. اهم حاجة هذه راه 50% ديال المشكلة. النقطة الثانية اللي هي مهمة بزاف راني هضرت عليها في الاول، وهما هاد الناس اللي عندهم مشكل في العقبة. سيدريس الماكلة، الناس اللي عندهم مشكل في العقبة ما يبقاوش يهربوا منها، هذاك الحاجز النفسي اللي عندهم كيبقاو غير هاربين منها راه هو اكبر عائق عندهم بعد الوزن بطبيعة الحال. راه نورمالمون الحاجة اللي ناقص فيها هي اللي خصني نمشي لها بزاف. مثلا الانسان اللي ناقص في التكنيك، انايا كنتمشى مزيان وكنتريني مزيان، وصحيح كنتمشى في العقبه مزيان في البلا مزيان، ولكن المشكل ديالي هو التكنيك. راه من ندخل في شي باركور اللي فيه الحجر وفيه كذا وفيه لا تكنيك ناقصه بزاف، فيه لا تكنيك بزاف، راه صافي حتى كنحط رجليا في الارض. الامر اللي مطلوب مني في هذه الحاله هو انه كنمشي للبلايص اللي فيهم التكنيك ونخدم ونخدم ونخدم، وغدا اليوم نطيح وغدا نطيح، واليوم نحصل واليوم نوقف، حتى نبقى ندير داكشي كما ينبغي. الوغ العقبه نفس الشيء، الانسان اللي ناقص في العقبه راه خصو ما يخرجش منها، خصو يبقى حياته كلها هو يتريني غير في العقبه. انا الا كنت ناقص فيها ما كنطلعش مزيان، نبقى عاطيها غير العقبه، نبعد لي على البلا، نقلب غير على لي باركور اللي فيهم الطلعات. كيفاش بغيت انايا غادي نتريني، كيفاش بغيت الجسم ديالي يتوالف مع الطلعات والمستوى ديالي يتطور وانايا غير هارب منها؟ واش متفقين؟ الوغ النقطة الثالثة، في هذه النقطة نمشي لهذه النقطة ديال الطلعات، نحاول نركز بالخصوص في التدريب ديالي على الطلعات اللي طوال بزاف، ياك باش نولي ان فغي غرامبور، باش نبقى نطلع مزيان. من الأحسن أنه نلقى كابي طوال، طلعات ديال 10 كيلومتر 15 كيلومتر الفوق، باش الجسم ديالي يتوالف مع هذاك المجهود. ولكن كاين اللي ما عندهمش هذا النوع ديال الطلعات في المنطقه فين ساكن هو. انا يا ساكن في واحد البلاصه حدا البحر ولا في البلا ولا، المهم ما كاينش في المنطقه ديالي. وعليكم السلام ورحمه الله، ما كاينش طلعات طوال. راه اطول طلعه ولا فيها كيلومتر ولا 2 كيلومتر كاع ولا، راه ماشي مشكل، الله يرضي عليكم، هذا ماشي مشكل. كيف ما نتريني في ديكول طوال ديال 10 كيلومتر الفوق، ممكن نتريني إذا لقيت عقبة غير ديال 10 غير كيلومتر واحد نتريني فيها ومزيان، راه نبقى طالع هاود نطلع ونهود ونعاود نطلع ونهود نعاود غير سي فغي أنه هاد القضية شوية متعبة نفسيا باش تبقى غير في نص الطلعة طالع هاود ولا، ولكن أحسن من والو. لأنه من تطلع الطلعة مثلا ديال 1 كيلومتر وتجي نازل، راه في لا ديسونت راه ما غاديش تتجاوز فيها واحد الدقيقة، تهود بالسرعة ديال 60 كيلومتر في الساعة ولا غادي تهود دقيقة ولا، يعني ما غاديش تريكيبيري فيها بزاف وتعاود تطلع. ونوع بنادم يدير شوية القوالب مع راسو عاوتاني، تشوف واحد 3 ولا 4 ديال الطلع يكونوا متقاربين، نطلع نهود نطلع الأخرى ونهود نطلع الأخرى ونهود، هذا غير باش نعوض هذاك لو مونك، هذاك النقص اللي كاين في المنطقة فين ساكن أنايا اللي كنتريني فيها، أنه ما فيهاش طلعات اللي طوال بزاف. الله غالب، ما عندي ما غادي ندير، خصني نتكيف مع الظروف اللي كاينه ونلقى حلول لنفسي. النقطة الثالثة بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل ديال العقبة، عندهم المشكل ديال الطلعة ما كيطلعوش مزيان، نحاول الله يرضي عليك جميع مرحبا سي سيف الدين، لي سيونس سبيسيفيك، يعني لي سيونس ديال لي زانترفال اللي هضرنا عليهم في حلقات سابقة، لي سيونس ديال لي زانترفال ولي سيونس ديال لا بويسونس اللي قلنا ديال هما لا فورس و فيلوسيتي، نخدمهم في العقبة ما كانش البلا.
مين نبغي نخدم لا بي ام اي يعني نخدم ب 80%، ولا نبغي نخدم الاس اف في دو نخدم ب 90% ديال الدقة ديال القلب ديالي، ولا نخدم لي سبرينت، ولا نخدم لا فورس. قلنا لا فورس هي انه ندفع براكي كبير بواحد رجليا ما يدوروش اكثر من 40 دورة في الدقيقة، ولا لا فيلوسيتي اللي قلنا هي انه ندور رجليا اكثر من 100 حتى 120 دورة في الدقيقة. هادو كلهم نخدمهم في العقبة، نخدمهمش في البلان، شوف شي طلعة ونخدم فيهم مزيان. النقطة الرابعة انه من نكون في الطلعات، الله يرضي عليك، من نكون طالع شي طلعة طويلة نحاول نوع الايقاعات، نوع لي ريتم، ما نبقاش طالع بريتم واحد، نخدم كاع لي ريتم، مرة بشوية مرة مزير مرة كدا، ما نبقاش مونوتون، ما نبقاش بريتم واحد، الجسم ديالي راه غادي يجيه الملل. الجسم ديالي الا بغيت نخدمه، الا بغيت نخدمه مزيان ونطور المستوى ديالو، خصني نولفو لواحد المجموعة كبيرة ومتنوعة ديال المجهودات، نولفو يطلع بشوية يطلع بالجهد، البراكي نبدلو، مرة نطلع براكي ثقيل، مرة براكي خفيف، مرة جالس، مرة واقف، المهم نوع داكشي. النقطة الخامسة بين النصائح اللي باغي نعطيها للإخوان، وهي وهذا السؤال كيتطرح بزاف، كيقول لك واش هي أحسن طريقة باش نطلع العقبة، واش نطلع واقف يعني بليطو، واش نطلع جالس على الكرسي، ولا نطلع واقف وكان بيدالي، يعني بالونسي لو كور ديالي اون دونسوز. المصطلح الصحيح هو نطلع اون دونسوز، هي اللي ثبت علميا وبعد الدراسات وكذا، ماشي حنا اللي درنا هادشي، حنا غير كنقراو، وهو انه احسن طريقه باش نطلع طلعه العقبه من تكون لا بونت ناقصه، لا بونت يعني 6 حتى 7% لتحت، من الاحسن باش تكون المردوديه احسن تطلع جالس بحال هكا في البلا، جلس وشد الكادون ديالك مزيان وطلع. من لا بونت كتبدا تكبر يعني 8 9% الفوق، راه باش يكون المردود اكثر نطلع اون دونسوز يعني واقف وبالونسي الفيلو ديالك مزيان. هذا هو الكلام الفصل في هذه النقطة هذه، الله يرضي عليكم. يعني نحاول نوظف هذا الشيء مزيان من يكون انايا في كل اللي طويل في طلعة اللي كبيرة، من تكون لا بونت ناقصة لو ريتم يكون طالع شوية نجلس، من تكون لا بونت شي بلاصة اللي واقفة لا بونت كتزاد 9 10% 11%، الور نوقف ونبالونسي الفيلو ديالي مزيان. بالنسبة ل فين كتكون الفائده ديال هاد لا بوزيسيون اون دونسوز، يعني كتوقف وكتبالونسي الفيلو ديالك، انه هذاك المجهود كيتوزع على تقريبا جميع العضلات ديال الجسم، كتكون واقف رجليك خدامين، الكتاف ديالك خدامين، لي هونش خدامين، واخا هما راهم دايما خدامين، ولكن من كتكون اون دونسوز كيخدموا اكثر، لي زابدومينو لي لومبير، المهم كلشي يخدم، الوغ جميع العضلات ديال الجسم ديالي تقريبا كيتعاونوا على هذيك لا بونت باش يطلعوك انت والفيلو ديالك. الوغ نوليو النقطه السادسه، هي غادي نوليو نبقاو في هاد لا بوزيسيون اون دونسوس، هي الطريقه الصحيحه، لان شفنا بزاف ديال الاخوان خلال التصاور وفيديوهات وفي الواقع اللي كنترينيو معاهم وهذا، شحال مره بزاف اللي ما كيديروهاش نيشان، وهي راه المشكله ديال هاد لا بوزيسيون اون دونسوز، يعني انك توقف ما تجلسش على الكرسي، توقف وتبالونسي الفيلو ديالك، راه المشكل ديالها هي فيها فائده، راه كتزيد لك المردوديه في قلنا في لي بوينت الكبار، ولكن المشكله الا ما درتهاش نيشان وبالطريقه الصحيحه راه المفعول ديالها كيولي عكسي، راه كتضيع الجهد اكثر وكتعييك بزاف، والمردود ديال يولي اقل من العادي، اقل ما راك تكون جالس. الطريقه الصحيحه وهي اولا، راه من نكون واقف ونبالونسي الفيلو ديالي، راه شفت الخطا اللي كيديروه بعض الدراجين، هو انه كيبقى مزير الفيلو ديالو واقف، وهو الجسم ديالو غادي هكذا، كتلقى طالع بحال هكا غادي غوش دروات بحال البوكسور، وهي راه خطا، هذاك راه خطا فادح، راه الجسم ديالي نورمالمون ما خصوش يتحرك، لو بيست ديالي الصدر ديالي والظهر ديالي نورمالمون يبقى في خط واحد، راه الفيلو ديالي هو اللي يبقى يلعب نورمالمون،
نبقى هكذا نبقى شاد راسي، راسي في بلاصتو، صدري في بلاصتو، وغير يدي اللي كيتحركوا كيحركوا الفيلو، الفيلو هو اللي كيبقى يمشي ويجي ماشي العكس. قلنا ما نبقاوش نديرو هكذا، مابقاوش حنايا نلعبوا فوق الفيلو، راه هادي مهمة بزاف. نحاول صدري يبقى واقف في بلاصتو، الجسم ديالي يبقى بلاصتو، ونلعب الفيلو بيدي وندفع. الخطأ الثاني اللي كيديروه الدراجين بزاف، وهي انه مين كيطلع اون دونسوز، وعليكم السلام سي البغدادي مرحبا، وهي انه مين كيطلع، مين كيوقف اون دونسوز، كتلقاه يدير واحد البراكي كبير. كاين اللي كاع كاين اللي راه طالع مثلا بواحد السرعه ديال 14 ولا 15 كيلو في الساعه، وهو راه مطلع البلاطو ومطيح البينيون كاملين، وكتلقاه يتلوى تما، ما عندها حتى شي معنى، ما عندها حتى شي معنى. تقول لي راك خدام لا فورس، ما راكش خدام لا فورس. باش نخدم لا فورس اصلا ممنوع نوقف اون دونسوز، الا بغيت نخدم لا فورس خصني نجلس، نجلس ونشد الكيدون ديالي مزيان. راه شوف كنكون جالس، اللي كينصحوا به الخبراء انه مين كتكون جالس راك غادي بواحد البراكي معين، مين تبغي توقف اون دونسوز طيح براكي واحد بينيو واحد. الا راك طالع مثلا بال26 هو ال 24 ولا ال 23، المهم اللي عندك، المهم طيح. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا الإخوان. طيح بينيو واحد وطلع، مين تولي تجلس واللي طلع البينيو اللي هوته. أنه هادوك اللي كيديروا شي إخوان، أنه قلت لك طالع وكيتعصر وكيعواج، ما عندها حتى شي، ما عندها حتى شي معنى. النقطة السابعة كما قلنا اخويا ياسين، غير نكمل الشرح ونولي للسؤال ديالك، الله يرضي عليك وسمح لي غير باش ما نقطعش الافكار الاخوان وصافي. النقطه السابعه وهي كما قلنا العقبه، باش نجرامبي مزيان كتحتاج واحد المجهود كبير، واحد لا بويسونس كبيره، لان قلنا الجسم ديالنا ما كيرتاحش بزاف وكيدفع، لانه ديك الساعه مانيش كنواجه غير البيدال، ولكن كنواجه حتى لا بوزونتور الثقاله، يعني خصني ندفع نطلع مزيان. الوغ الا بغيت نطور المستوى ديالي في العقبه، هادوك لي سيونس اللي تعقلوا راه هضرنا عليهم في اول حلقه ديال البث المباشر ولا ثاني حلقه ما عقلتش، ديال لا بويسونس اللي فيهم لا فورس ولا فيلوسيتي، غادي نفكر خصني نخدمهم بزاف. الا باغي الا الهدف ديالي هو انه نبقى نجرامبي مزيان نطلع العقبه مزيان، خصني نبقى نخدمهم رسميا لجمرات في السيمانه، رسميا كل اسبوع ندير جوج ديال الحصص منها. نحاول نبدل غير شويه المده ديال لي زانترفال، ولكن نخدمها. نفكركم بلي سيونس ديال لا بويسونس اللي هما لا فورس ولا فيلوسيتي. لا فورس قلنا هي رجليه، يعني لا كادونس تكون اقل من 40 دوره في الدقيقه، يعني رجليه يدورو ما بين 30 و 40 دورة في الدقيقة، يعني غادي ندير واحد البراكي كبير ونبقى ندور غير بشوية رجليا كيدور، كنبقى ندفع مزيان. لا فيلوسيتي وهي اللي كنقولوها حنا، كنسميوها حنا لا سوبليس، يعني رجليا كيدورو مزيان. رجليا لا سوبليس إلا بغيت نخدمها مزيان خصني على الأقل واحد 110 حتى 120 دورة في الدقيقة. وهاد لي سيونس اللي كنخدم فيهم هادشي نخدمهم بجوج بهم مرة واحدة، يعني مثلا غادي ندير 5 دقايق ديال لا فورس تدفع مزيان وتعصر، موراها عاوتاني واحد 5 دقايق ديال لا فيلوسيتي، عاود 5 دقايق اخرى ديال لا فورس، عاود لا فيلوسيتي، المهم نعاود لها واحد 6، المهم يعني 3 3 3 3 3 ديال المرات ولا 4 4 ديال المرات. هادو عندهم واحد الفائده كبيره جدا بالنسبه للانسان الدراج ولا الفيتيتيست اللي بغى يطور المستوى ديالو في العقبه، يعني ولا بغى يبقى يجرامبي مزيان. مهمه بزاف، يعني تولي رسميا نخدمها واحد 2 مرات في السيمانه، وكما قلنا قبيلات ما نخدمهمش في البلا، هادشي كامل يتخدم في العقبه. النقطه الثامنه وقبل الاخيره وهي لا بي ام ا، لا بي ام ا اللي حتى هي ديجا هضرنا عليها. لا بي ام ا هي انه قلنا نخدمو دي سيونس، حصص تدريبيه اللي نخدمو فيهم لي زانترفال، دي زانترفال طوال مثلا 2 مرات 30 دقيقه، 3 ديال المرات 20 دقيقه، 3 ديال المرات 30 دقيقة، ونخدمو ما بين 80 و 85% من الدقات ديال القلب ديالي القصوى.
علاش؟ لانه ملي كنكون في شي عقبه اللي طويله، راه الدقات ديال القلب ديالي ما كينزلوش، لانه مجهود طويل ومتواصل. يعني خصني نخدم هذيك لا بي ام ا مزيان باش الجسم ديالي يتعود على هذاك النيفو ديال الخدمه، هذاك البورسونتاج، ويبقى فيه. النقطه الاخيره هي تبان لكم نقطه تافهه وعاديه وبديهيه، ولكنها مهمه بزاف، وهو الماء والماكله. لانه الاستهلاك ديال الطاقه وديال الماء في الطلعه ماشي هو في الطلعه، سيرتو الا كانت لا بونت كبيره بزاف. وراكم مجربينها، من كانكم من راه شي مرات هذاك الماء نقدر كاع ننساه، واخا حتى نقدر نضرب جوج سوايع ديال البيدال ولا ننسى بانني كاع ما كنجينيش داك الاحساس ديال العطش. الوغ من كتكون في العقبه تكون طالع، راه غير كل شويه كتلقى تحس براسك نشفت وباغي تشرب، عادي جدا، لانه الجسم كيعرق بزاف، كيفقد بزاف ديال الماء. العمليه ديال الانتاج ديال الطاقه اللي كتستهلك الماء بزاف، الحراره عاوتاني كدير الجسم ليها، هو الماء كيتبخر بزاف، هو اللي كيخرج على شكل بخار. وبالتالي من كنكون في العقبه خصني نولف الجسم ديالي انه نشرب بزاف. راه شي مرات الا كان الصيف وكان الجو سخون، وكانت شي عقبه اللي طويله ديال بصح شي عقبه ديال 20 ولا 25 كيلومتر اللي بقيت فيها انت شي ساعه ونص ولا جوج سوايع، راه تقدر شي مرات 3 لتر ديال الماء وما تقدكش. الوغ نتمنى تكونوا استوعبتوا هاد 8 ولا 9 ديال الافكار اللي هضرنا عليها. الاخوان اللي ما تبعوش معنا من الاول ممكن تولوا تراجعوا الفيديو وغادي تسمعوا داكشي اللي هضرنا عليه. دروك اللي عنده شي سؤال، شي توضيح، شي حاجه ما فهمهاش، على بركه الله. نقول السؤال ديالك اخويا ياسين، سي محمد وضح شويه كيفاش خويا ياسين. القضية ديال لا ريكوبيراسيون كاردياك راه متعلقة بالنيفو ديال الدراج، ومن بين الأهداف ديال لونطخينمون ديالي ديال التدريب ديالي هو أنه باش نسرع هذيك لا ريكوبيراسيون. راه بالنسبة لأنا الواحد ديبيطون اللي عاد بدا، ولا كما قلنا مثلا راه يقدر سيونس عادية، سيونس عادية ما غاديش يفرصي فيها بزاف، وراه يبقاو الدقات ديال القلب ديالو طالعين بزاف لمدة طويلة، يقدر جوج سوايع 3 سوايع وهو مازال في ديك 110. الوغ بالنسبة للإنسان مين كيتريني مزيان، راه واخا قاعد يدير سيونس طويلة، سيونس اللي صعيبة، يقدر نص ساعة ولا ساعات يوليو لي باتمون دي كور ديالو يوليو لا نورمال. وراه بالتجربة هادشي، راك عارف هادشي. حنا بين الأهداف ديال لونترينمون هو هذا، راه علاش؟ لان بالنسبه لان ديبيتو ولا واحد اللي ما متدينيش مزيان، بالنسبه للقلب والدوره الدمويه ديالو والجسم ديالو كاع بصفه عامه، راه ما مولفش بزاف هذا المجهود، هذا. وبالتالي انت يمين غادي تخضع لهذا المجهود اللي كبير بزاف، راه عنده صعوبه باش يتخلص من السكيل ديالو. بينما مع توالي التدريب ما غتبقى انت تريني 10 سوايع ولا 12 ولا 15 ساعه ولا اقل، المهم كدرب لمده طويله واسابيع ولا، راه الجسم ديال بالنسبه لي غادي يولي هذا عادي. الهدف ديال لونطريمون هو انني نعود الجسم ديالي على هذا النوع من المجهود، والهدف الثاني هو انني نغوبوسي لي ليميت ديالي. لا الفي ام ا ولا البي ام بليطو، لا بي ام ا ولا الفي او دو ماكس ولا باش يتزادو بلونطخينمون، يعني لي ليميت ديالي كيتزادو. انايا بالنسبه لمنتاي من تكون عاد بديت تريني ولا مثلا النيفو ديالك ناقص، هذيك البي ام ا ديالك مثلا الا كانت ما كانت محدده مثلا في 88%، راه الجسم ديالك ما يقدرش يتحمل واحد المجهود في لا بي ام اي، يعني مثلا بديك 88% ديالك كثر مثلا بواحد 10 دقائق الى عاد مع توالي التدريب وهذا 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 وهذا. المهم
التنويع ديالها، راه غادي اول حاجه هذيك البئره ديالك غادي تزاد، بدل ما كانت ليميتي في 88% راه غادي تولي في 92 ولا 93% مثلا، والجسم ديالك غادي يبقى يقدر يتحملها لمده طويله، غتقدر مثلا توصل حتى لساعات حتى اكثر من ساعات تبقى في ديك البئره ماشي مشكل. وبما ان الجسم ديالك تولي في داك الشيء راه حتى ريكوبيراسيون كتسهل. شوف الحاج، الله يبارك فيك السيد ادريس، مرحبا. ايمن، واش انا جرامبور؟ انت اللي عارف اخويا ايمن، واش انا اللي نقول لك واش انت يا جرامبور؟ واش ابان لك احسن ماكله في العقبه؟ لي دات لي شوكولا، شي حاجه اللي اولا سهله في الهضم، دوك شي حاجه اللي سهله وتهضم في الساع. الشوكولا المهم على حسب انا اللي قريت، اي حاجه اللي مصنعه مثلا اللي فيها سكريات مصنعه قال لك عندها مفعول عكسي، والله اعلم. وانا بعدا من ديك الوقيته ما بقيتش كنستعملها، كندير التمر، الشريحه، الزبيب، مهم مسائل اللي طبيعيه فيها سكر طبيعي وسهله في الهضم. وبيان سير ما نساوش الماء، فوق ما ناكل شي حاجه من هذاك الشيء باش نسهل لا ديجستيون ديالها نزيد الماء. امين، ما كنحملش نبالونسي بزاف. علاش؟ وهذا اختيار شخصي ديالك يا سي امين. سي ياسين، الا كان شي اضافه مرحبا اخويا، نفعنا حتى انت، يا مرحبا بك. ايمن، لا زعما راح نخرجنا مجموعين وراك شفت. واش بغيت الصراحة أيمن ولا نكذب عليك نجاملك؟ سي أيمن شوية شوية مزيان. المهم شوف، ما تنساش بالنسبة لك العامل ديال الله، راك مازال صغير 14 عام، مازال ما تحكمش على راسك. ثانيا انت يا على العموم شوف الجسم ديالك راه مازال في طور النمو ديالك، راه مازال المستوى ديالك غادي يتزاد على جميع الأصعدة، غير ماشي غير في العقبة، راه في كل شيء. ثالثا مثلا بحال آخر مرة خرجنا باش درنا ديك العيدان، ديك العقبة، ديك الشنقورة، انت اصلا من وصلت للعقبة كنت عيان، راه جينا بريتم طالع وكذا، راه ماشي غير انت، الأغلبية ديال الدراري راه شي مرات بنادم واخا حتى جران بور، واخا حتى كي جران بي مزيان وتعطيه شي سلخة ديال بصح قبل ما يوصل للعقبة وتوصلو تما طايب، راه ما غادي يدير والو. ما كيعنيش انه ماشي جران بور، ولكن لانه ديجا راه داك راه هلك لو كور ديالو قبل ما يوصل لديك العقبه. سي علال، لا جو العقبه، سي علال لاج ماشي غير العقبه، العقبه غادي ندخلها في اطار كاع المجهود اللي كبير بزاف. يعني نورمالمون الانسان مع لاج من يتجاوز واحد لاج ديال 60 سنه ولا، من الافضل ما يفورسيش بزاف، من الافضل لي باتمون دي كور ديالو ما يديباسيوش واحد 80%، يعني مهم 80% يعني لو ماكسيموم، غير في حالات قليله من تجاوز 60 سنه. العقبه ما يعنيش انه ما نطلعش العقبه، ولكن غير ما نفورسيش، ناكل ونقيس. خويا امين الا يقهرك وتحس بالعيا ما ديروش، هو نورمال مو راه قلت لك الا كانت لابونت كبيره بزاف 9 10% الفوق راه يعاونك، ولكن انت الا كتحسو هذه القاعده العامه، ولكن كما نقولوا في هذا الشيء راه ماشي علم دقيق، القاعده العامه كتطبق في 90% ديال الحالات و10% ما تطبقش على بعض الاشخاص. الا تحس انت يا هاد البالونساج كي كما قلت كيقهرك اخويا ما ديروش، كل بتو ما يفرضوا عليك، جلس اخويا امين وارتاح مع راسك وبيدالي. الله يبارك فيك السي زهير، مرحبا بك. سي عزيز روندوني، اسمح لي الله يرحم الوالدين، نسيت السؤال ديالك، مزيان وليت فكرتني. سومي ريجيد ودوبل سيسبون ديال سيسبونسيون اون مونتاج،
بالنسبه لاخويا عزيز، بالنسبه للطلاق، الدوبل سيسبونسيون ما عنده حتى شي فائده. دوبل سيسبونسيون فين كينفعك؟ ينفعك سيرتو من يكون السيركوي تكنيك بزاف. اما في العقبه العكس، العقبه راه غادي يولي ان هانديكاب بالنسبه لك، راه غادي سيرتو اذا كان داك لامورتيسور الوسطاني ما كيتبلوكاش بزاف، راه غادي تبقى تدفع بزاف وغادي يبقى يبالونسي بيك شي شويه، وراه داك راه كيمتص لك واحد الطاقه اللي نورمالمون راه غادي تدفع بها. الوغ من الافضل سومي ريجيد. سي شوقي مرحبا، ايوا سي تروتار اخويا صالح، قلت هذه قبل ايمن وي، ولكن في لي كورس شامبيونا دي ماروك مشي ديطاشي عليهم العقابي اللي تما. واه ولكن انت يا راك كتهضر على حساب الدراري اللي فلاش ديالك سي ايمن، الدراري فلاش ديالك وعلى حساب النيفو ديالك. عاود تاني انت يا راهي راه نقدر نطلع انا احسن منك في شي عقبه، ما كيعنيش انه انا يا جرامبور عليك. ديجا هادوك العقابي اللي كانوا في الشامبيون راه ماشي عقابي، راه ماشي بالضروره تكون جرامبور باش تطلع دوك العقابي. عقبه ديال 300 400 متر 500 متر حتى الان كيلومتر، راه قلت لك. راه شوف غير باش تفهمني مزيان ايمن، نهضروا على السيكليزم، نهضروا على السيكليزم، مشيو لي برو لي كورس ديال لي برو، اسماء اللي كنعرفوها مثلا دي كورور بحال تقول بحال كونشيلارا باغ اكزومبل. واش كونشيلارا غرامبور؟ ماشي غرامبور. كونشيلارا من يجي شي كول ديال بصح الكاليبيي ولا الفونتو ولا شي حاجه، ولا كيديو عليه 20 دقيقه واخا كاع يدير اللي بغا، انه ثقيل وعنده واحد النوع معين ديال لي فيبر ميسكيلير لون رابيد بليتو، ما يقدش يطلع العقبه مزيان. ولكن كونشيلارا من كتجي عقبه ديال كيلومتر كيلومتر ونص جوج كيلومتر يقلع منهم البرد، ولا عقبه ديال كيلومتر لتحت، ولا واخا كاع حتى فيها لابونت بزاف. علاش عقبه ديال كيلومتر لتحت ولا حتى لجوج كيلومتر ولا ما كتحتاج لا بويسونس، ان كوغور بويسون راه يطلع احسن من لي غرامبور الا كان تريني مزيان. نمشي لك القربوز، القربوز ديالنا الاخوان اللي ماشي من وجده ولا ماشي من النواحي، القربوز هو واحد العقبة معروفة جاية بين وجدة والسعيدية. القربوز راه ماشي بالضرورة الكورير اللي طلع القربوز مزيان جرامبور، ماشي بالضرورة القربوز راه يقدر يطلع واحد ماشي جرامبور إلا كان تريني مزيان وصحيح، يقدر يطلع مع لي جرامبور ويعطيهم سلخة. القربوز قصير وفيه لابونت ناقصة قليلة بزاف، راه واحد البليصة واحد 400 متر كعرفها قبل بحث الاستراحة، واحد 300 ولا 400 متر اللي توصل لها بوينت 8 9%، الشيء الاخر غير 4 5، ماشي تما اللي يبين الكرامبور لي كاليتي ديالو. واحد صحيح واخا كاع ماشي كرامبور يطلع فيه طاير، ولكن وكان دي مثلا الوارين فوق العقبه ديال تافوغالت ولا، راه اللي راه تما يقعد تقريبا واحد 4 كيلومتر ولا 5 كلها غاديه ب 13 12 14%، راه اللي ماشي كرامبور تما يبقى. تحية السي طارق، مرحبا بك، مرحبا بالإخوان كاملين. سي عبد الإله رضا، مرحبا. مرحبا السي عبد الإله، بارك الله فيك، وتحية للناس ديال مراكش، ولا شكرا على واجب. La possibilité de poser des questions en caméra secondaire. وي وي كاينه لا بوسيبيليتي خويا ياسين. الوغ المهم نكملو هكذا هذا النهار، والحصه الجايه ان شاء الله نديرو اكسبتي لي فيديو ان شاء الله. ايمن واش الا كملت مثلا دوك العقابي 25 كيلومتر ماشي بالضروره ايمن، ماشي بالضروره. راه شوف راه نقدر انا كاع ما كرون بور ما والو ونطلع لك ديك العقبه ديال 25 كيلومتر ونكملها بلا ما نوقف، ولكن نطلع بلو ريتم ديالي وانا طالع. هاني طلعتها كلها بلا ما نوقف وانا طالع بسبعة ثمانية. واش كاين شي كرون بور يطلع طلعه ديال فيها 6% بسبعة ثمانية؟ راه شو على حساب بلو ريتم باش طالع.
مرحبا سي يونس، كونسيور بونسوار. هذاك الشيء، هذا الشيء اللي قلنا على كونسيلارا. ايوا ضروري سي رضوان، ضروري. كان شي سؤال الاخوان؟ مرحبا. الإخوان اللي عنده شي سؤال، اللي عنده شي إضافة، الله يبارك فيك السي أسامة، مرحبا بك. لا شكرا على واجب، مرحبا. سي ادريس عبيد الله، مزيه طرحت هذه النقطه لانك كنت غادي نهضر عليها وقبيلات ونسيتها. بالنسبه للاكادونس، لاكادونس في العقبه، المهم غير بصفه عامه، القضيه ديال لاكادونس في العقبه كتختلف على البلا. بالنسبه للبلا، احسن كادونس تقريبا، المهم بالتقريب، التقريب ما بين 80 و 100، مهم يعني ما يكونش سوبل بزاف، ما غاديش يكون ثقيل بزاف. في العقبة نورمالمون لا كادونس كتنقص بزاف. هضرلك بالنسبة للعقبة عادية، يعني ما بين 5 6 7 حتى 8%، نورمالمون كادونس معقولة هي ما بين 60 حتى 80%. من كتزاد لابونت بالنسبة للعقابي ديال لابونت كتكون كبيرة بزاف، 14 15%، راه حتى هاديك 60% راه غادي تولي صعيب عليك دورها. راه إلا دورت 50 60 دورة في الدقيقة راه ما كيفك حد. لا شكرا على واجب، لا شكرا، مرحبا، الله يبارك فيك أخويا أسامة. وعليكم السلام خويا أنس، مرحبا. في سؤال؟ افيك بليزير يا دكتور، مرحبا. ياسين لا بوليفالون دي فيتيست اونديرونس فورس اكسبلوزيف تكنيك. معقولة سي ياسين؟ سي ياسين هاد النقطة بالذات راه ديجا هضرت عليها في واحد الحلقة، يمكن ما كنتش معانا نتايا. راه بالنسبة للفيتيست ضروري توفر فيه هادشي كامل وحوايج اخرى، سيرتو اللي كيشارك في لي كورس، و سيرتو الكروس كونتري اولمبيك. راك عارف الطبيعه ديال اللي شارك في اولمبيك كيفاش كيكون داير، باركور ديال سيركوي ديال 6 كيلومتر تري فاريي، وفيه كل شيء، فيه كيكونوا فيه دي بوس، كيكونوا فيه دي بارتي تكنيك بزاف، ما كيكونش فيه البلا بزاف. وعلى العموم من غير لي كورس، الخصوصيه ديال الفي تي تي واللي كتفرقها على السيكليزم سور روت هو بالاصل لا ناتور ديال لي سيركوي. راه مين كندخل ان فري سيركوي ديال الفي تي تي، خلينا من الناس اللي كيدخل البيست اللي كيتمشاو فيها الطوموبيلات ويقول لك راني ندير الفي تي تي، كنهضروا على الفي تي تي ديال بصح،
سيركوي ديال بصح لي سينجل تراك و لي بيس اكسيدونتي وزيد وزيد وزيد، راك مجرب السياسي و راك عارف اللي كاين. ما كاينش هادوك مثلا بحال الروت، ما غاديش تلقى دي بورسيون طوال ديال البلا، ولا حتى العقبالة لقيتها غالبا ما كتلقاهاش، ما كتلقاهاش عندها لا ميم بونت، ولا لا بونت كتبدل بزاف، لي شونجمون دو ريتم كيكونوا بزاف، لو في تي تي خصو يعرف يخدم لي براكي ديالو بزاف، راه حتى يدي راه لي براكي ما كيحبسوش كاع، لي مانيت ما كيريدهمش كاع، وزيد 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 وزيد. وهذا الشيء كل شيء في لونترينمون. داكشي علاش قلنا انه لونترينمون ديال لو في تي تي راه قلناها في واحد الحلقه، راه خصو يكون تخي فاريي. راه نورمالمون الحصه اللي تندار ما كتعاودش. الا بغى بنادم يطور المستوى ديالو بصح، سيرتو قلنا اللي باغي يجري لي كورس، راه خصو على الاقل يدير واحد 5 6 ديال لي سيونس في السيمانه. ما يمكنش غادي المستوى ديالي يزيد بزاف ونوصل لواحد لو نيفو طوب بجوج خرجات في السيمانه وكل شيء نخدمه. avec plaisir c'est moi je n'ai qu'à monter la commande ça ماشي مشكلة سي سيمو، غير صيفط لي ميساج في لاباج وغادي نصيفط لك النمرة ديالي، ماشي مشكل. مرحبا سي شهباري، الله ينورك، مرحبا بك، سلام رمضان، سلام سي محمد. بالنسبة اللي بغاكي اش من بغاكي نخدمه على حساب راه عادي. يلاه جاوبت على هذا السؤال سي عبد السلام، قلنا لي براكي متعلقين بلا كادونس. انا المهم رجليا خصهم يدورو شويه مزيان، ما بين 60 حتى ل 80، المهم فهاد لا مارج ما بين 60، من الاحسن ما بين 70 حتى ل 80 دوره في الدقيقه، وانا نشوف ديك الساعه البراكي اللي يتناسب مع هاد لا كادونس هادي. شتي رجليا كيدورو تقال بزاف، نطلع شويه. وبطبيعة هادشي اللي قلت في الأول أخويا رضوان، لا بويسونس، شوف لا بويسونس هي لا فيلوسيتي بلوس لا فورس. باش نقولو أن كوغور بويسون ولا في تي تيس بويسون، خص يكون عندو هاد بجوج حوايج بجوج بيهم يخدمهم، وبجوج يستعملهم مزيان، يعرف يدور رجليه مزيان أون سوبليس، ويعرف يدفع لي كغون براكي مزيان، عادي يتسمى أن كوغور بويسون. Un grappeur généralement capable de monter des cordes de plus de 1,9 avec des pourcentages qui peuvent atteindre. Ma question, comment on peut tenir? C'est Maxi Collard. خويا شوف غير اسمح لي، الاخ ديال ماكسي كولر، ديكول دو بلوس دو 1,8 كيلومتر ما متفقش معاك. راه ممكن نكون ماشي غرامبور ونطلع هاد لي كورس، وراه الدليل انه لي كورس كلاسيك مثلا اللي كاين دارو في لا بلجيك، شفتو في لا بلجيك وفي الشمال ديال فرنسا، راه شي مرات راه كيكونوا فيهم ديك دي بتي كول دي كوت ديال 2 كيلومتر 2 كيلومتر و5، ولا ولي غرامبور ما كياكلوش فيهم الخبز غالبا، دي بانشور ولا شي مرات كاع دي سبرينتور بويسون، هما اللي كيطلعوا فيهم مزيان، واخا تكون فيهم لا بونت بزاف. راه باش نهضروا على ان فري غرامبور، هضر على 3 4 كيلومتر الفوق. كومون اون بو تونير تيت او غرامبور دون دي بورسيون دي باساج. دوك يا اخي على حسب النوع ديال الطلعات، كما قلنا طلعات اللي طوال بزاف راه خص تكون ان فري غرامبور. الا ما كنتش ان فري غرامبور راه ما غاديش تسلكها مع لي غرامبور ديال بصح. اللهم نطلع بالريتم ديالي. الطلعه ديال بصح هي طلعات طوال، ركبه ديال 8 10 15 20 ممكن، ولكن الا كانوا عقيبات قصيرين 1 كيلومتر قل 2 كيلومتر، راه قلت لك
واخا ماشي جرامبور، الا كنت متريني مزيان بويسون كندفع البراكي مزيان، راه واخا دوك خوتنا راه لي جرامبور غادي نطلع معاهم وغادي نلاشيهم، نقدر كاع نلاشيهم الا الا كانوا صحا عليا ديك الساعه، راه الله غالب. وهذا الشيء اللي كاين اخويا ياسين، راه بين اهم الفوارق اللي كاينه ما بين السيكليزم شو غوت وما بين لو في تي تي لو فري في تي تي، انه لو في تي تي كيما قلت انت دائما سو طونسيون، ما كينهش ما كيتنفش، ما كاين لا شد الروايض ولا راك مكولي مور عباد الله ولا ديسونت ترتاح فيها ولا عب وطيح، راك دائما خدام، العقبه خدام، لا ديسونت خدام، تكنيك خدام، في البلا خدام، في لي بوس خدام، في لي سينجل تراك راك دائما كريسبي ودائما معصر. عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك الصحة خويا ياسين، بارك الله فيك. سي سعيد في تي تي مرحبا، بلا جميلة خويا، مرحبا بك، الله يحفظك اخويا محمد، بلا جميلة سي عبدو مرحبا في الخدمة. مرحبا خويا رضوان بكل فرح، خويا انا واعر في الطلوع سينا، لا مزيان اخويا الله يسخر، بغينا كاع الخوت يكونوا واعرين. تريبورتور تريبورتور في الكودروني وفي لابيس كي دير له، الا كان شي تريبورتور يدخل لسينجل تراك مرحبا، في اختراع جديد. كاين شي سؤال شباب، شي إضافة، شي توضيح، شي واحد يصحح شي معلومة، شي واحد عنده شي معلومة زايدة ما تقالتش، مرحبا. Je trouve le premier critère pour venir à Singapour, le produit corrigé. اخويا فتحي يمكن راك عاد دخلت، يمكن ما تبانش معانا من الاول هاد القضيه ديال لو بوان، راني هضرت عليها في الاول، هي اول نقطه هضرت عليها، ولا هضرت عليها بالتفصيل حتى تولي تدخل لهاد، حتى تولي تشوف لا فيديو، راه شحال وانا كنهضر عليها تقريبا شي 5 دقايق وحنا نهضروا في هذا الموضوع هذا، ونيشان راه اول فاكتور هضرت عليه هو لو بوان، هو لو بوا ديال لو سيكليست، وقلنا بانه لو بوا كيلعب دور كبير، كل كيلو زايد فيه راه ان نونديكاب بالنسبه ليه، وراه غادي يخلق له مشاكل، وغادي لا بيرفورمانس ديالو سيرتو في العقبه راه غادي تنقص. بالنسبه لو بوا راه كي راه يأثر على الكولور في جميع الحالات، في العقبه، في الحدوره، في البلا، في كل شيء، ولكن سيرتو الاهميه ديالو كتبان في الطلعات. ياسين كيفاش تعطي النور مرة شي عقبة قاصحة؟ واش ياسين حتى هادي على حساب لا فورم ديالك، نورمالمون قلنا انسان اللي متريني مزيان مع لونطريمون التوالي ديال الحصص الشاقه راه لو نيفو ديالي يتزاد، ومن النيفو ديالي يتزاد راه من بين اهم الحوايج. شوف من كنقولوا انسان، الفرق ما بين واحد متريني مزيان وواحد ما مترينيش مزيان كاين جوج حوايج مهمه بزاف، اول حاجه لو ريتم، انت الا متريني احسن مني راه غادي تمشى بريتم احسن مني في كل شيء، في العقبه، في الطلاف، فاش ما. الفرق الثاني بيني وبينك الا انت تريني احسن مني هو انت كتريكيبيري في الساعه، انا ما كارك، انا خصني بزاف ديال الوقت من غير مش لا ريكوبيراسيون في وسط لا سيونس، في وسط الحصه التدريبيه، ولا في وسط ولا في وسط السباق، ولا يعني مثلا شي عقبه قاصحه طالعينها انا وياك ابلوك، من توصل للراس ديالها انت الا تريني مزيان راه غير في الساعه،
راه في ساعة ريكوبيري، وكما قلت جبد عطيه. انا الا ما مترينيش مزيان ولا شويه ناقص، راه خصني شحال نهج ونقص في الريتم باش شويه نرد، شويه نرد الانتعاش ونكسيري. كل شيء الله خير. والدينا والديك اخويا فتحي، مرحبا. ميرسي. المهم في الماروك تكون بانشوك تربح من جراند تور. نيسان اخي مكسيكو لور، يمكن مكناس الى مانيش غلط، صح لي اذا راني غلط. نيسان داكشي اللي كنلاحظ نادرا نادرا نادرا، فاش كتكون شي، فاش كنشوف شي كورس اللي فيها شي طلعات ديال بصح. واخا حتى ذوت من غير السيركوي، راه حتى ذوت كاين، راه كتشوف شي مرات في الاطلس هذا النواحي ديال مراكش، ولا كتشوف شي سيركوي شي طلعه كتعرفها بعد انا شخصيا، شي طلعه مكسله هي هذيك وطويله ديال بصح، والاغلبيه تابعين غير الطلعه لي بتيس بوس ما كيزعموش. سيدريس عبد الله سان اكزيست با لي غرامبور، واش في المغرب ولا في، واش عندنا ولا عندهم؟ وعليكم السلام ورحمة الله. سي محمد ربوحات حياك الله يا أخي. هشام المارسي، وأنا كندير فيلو كورس وراني مزيان في السبرينت، مي تقريبا كنلقى مشاكل بزاف هاد الأيامات، كنفكر ندير شوية في تاتي باش نساني. خويا هشام ما عرفتش واش تبات معانا الفيديو من الأول ولا لا. المهم الى ما كنت ما تبعتش الفيديو من الاول، ننصحك من نكملو تولي عاود ثاني تعاود له من الاول وتشوف. راه هضرت على واحد 8 ولا 9 ديال النقاط ديال كيفاش باش نحسن المستوى ديالي في الطلع، يعني باش نبقى نجرامبي مزيان نحسن من اللي راني، باش نحاول نزيد شويه السرعه ديالي في الطلع. المهم عاود ولي شوف داك الشيء وسمع مزيان، وكاين شي سؤال ولا مرحبا. بالنسبه لي انت كدير السيكليزم الفي تي تي، الفي تي تي بدا. المهم حاول ما ديرهاش في الوقت ديال لي كورس، الوقت اللي كتكون جيري لي كورس تريني بالفيلو دروت ديالك من الاحسن. الوقت باش يكونوا لي كورس شويه بعاد ولا في ديبي سيزون، تكون عاد بديت تريني بالفي تي تي مع راسك. الفي تي تي غادي تنفعك بزاف، الفي تي تي تنفعك في لي شونجمون دو ريت، تنفعك في لا بويسونس، توكل على الله. مرحبا خويا ياسين يوسف، تحياتي خويا الدخيسي. عندي واحد المشكل مؤخرا في العقاب الطوال واللي قاصحين هما لي كرونت مشكلات، ما عرفش مشكل اخويا يوسف واش غادي نقول لك. القضيه ديال لي كرومب، القضيه ديال لي كرومب، المهم من غير لو مونك ديال المغنيسيوم وديال شي مواد اخرى في الجسم، السبب الكبير في لا سيونس دونترينمون ديال لي كرومب كاين جوج حوايج. اول حاجه وهي لا ديزيدغاتاسيون، الا ما كنتش كتشرب مزيان راه الجسم والعضلات من ينقصهم لما كيجيهم لي كرومب. والنقطه الثانيه وهي التعب لا فاتيك، ولا لي ميسكل من كيديرو شي افور اللي ما موالفينوش ولا اللي فوق الطاقه ديالهم. راه انت الا ما كنتش جرامبور وكنت كتقرا، راه هاد القضيه ديال لي كرومب راه بين المؤشرات على انه راه مازال خصك الخدمه في العقبه. حاول تلتزم بالنصائح اللي قلتها قبل، وحاول تشرب الماء مزيان. قضيه اخرى ديال واش العضلات ضعاف، لا ميسكيلاسيون. شوف لا ميسكيلاسيون راه كتعاون بزاف، تعاون العقبه، تعاون بزاف ديال الحوايج. انا اكسبري ما بغيتش نهضر على لا ميسكيلاسيون في هذه الحلقه، واخا هي من بين العوامل اللي تعاون الدراج ولا الكوغور ولا الفيتيتيست ولا باش يحسن المستوى ديالو بصفه عامه، ماشي غير في العقبه بصفه عامه. لانه لا ميسكيلاسيون راني ان شاء الله راني ناوي نخصص لها حلقه خاصه غير بها. واخا خويا ياسين يا هذيك الخدمة ان شاء الله. مرحبا خويا هشام، يا مرحبا. تفرج مع راسك كاين شي حاجة صيفط لي خويا هشام. سيدي قاسم مرحبا خويا، تحية للناس ديال سيدي قاسم وسلمنا عليهم بزاف.
اخ ما نعرفهمش. مرحبا خويا صالح، سلام. وكومون شوازيغ سون فيلو يا اخي؟ راه هذا راه سؤال خصو حلقة كاملة. كيفاش تختار الفيلو ديالك؟ على حساب نوع ديال الممارسة ديالك، على حساب لاطاي ديالك، على حساب البيدجي ديالك، على حساب راه كاين بزاف ديال الحوايج. المهم راه خصها حلقة بوحدها. مرحبا خويا هشام، الله يوفق السي محمد بالتوفيق ان شاء الله. اللهم يسر، الله يسهل الامور. بقي شي سؤال للشباب؟ على بركة الله. ايوا خويا يوسف، هذا خطأ فادح، وراه قلتها قبيلة، ترى ما فوش سمعتني ولا لا. شوف، الماء راه اهم ما كاين في التغذية ديال الدراج، مو الماكلة بطبيعة الحال. من كنكون خارج نتريني ولا في السباق، راني خصني نشرب الماء بكمية كبيرة وبانتظام، واخا ما يجينيش العطش. المشكل كيكون ديال هاد المشكل ديال الديزيدراتاسيون، المشكل راه كيكون في الصيف، كيكون في المشتى اكثر ما كيكون في الصيف. علاش؟ في الصيف كلشي كيشرب الماء، لانه كيكون داك الاحساس ديال العطش، العرق بزاف، كلشي كيشرب. الوغ في الصيف في المشتى كيكون الجو بارد، بنادم ما كيحسش بالعطش. وكاين اللي كيرتكب هذا الخطأ انه ما كيشربش، كاين اللي يضرب جوج سوايع ثلاث سوايع ديال البيدال بلا ما يشرب قطره ديال الماء، انه الجو بارد وغيمكمش ويقول لك ما جانيش العطش، وهي راه خطأ كبير. راه كل نص ساعه ولا خصني نشرب شويه ديال الماء واخا ما حاسش بالعطش، ومن يطول راه غادي يبداو يجوه لي كرومب. عرفت واش متفق معايا؟ لي كرون كي بسبب لا فاتيك موسكولير وحتى قلة الماء. الله يعطيك الخير يا اخي، مرحبا، بارك الله فيك. وهادشي اللي قلت، هادشي اللي راه حنا متفقين في هذه النقطه. قلت لك قلنا ليكرون بجوج حوايج، مهم جوج اسباب رئيسيه. قلنا لا فاتيك ميسكولير، انه من تبدا تعيا الميسكول بدا يعيا كيبدا يجيو ليكرون، والنقص ديال الماء. احمد، مرحبا يا اخي احمد، مرحبا بك، زارتنا البركه. إضافة الإخوان، شي سؤال؟ إذا ما فقدت شي سؤال نختمو الحلقة. نتسنى واحد دقيقة إلى كان شي إضافة على الرأس والعين. سي كوا لي كرومب بعدا؟ لي كرومب هي ما عرفتش سميتهم بالعربية، ما عرفتش اصلا واش عندهم شي سمية بالعربية ولا ما عندهمش. وهي من الميسكل ديالك يتزير وصافي يفشل، ما كيبقاش ما تبقاش قادر تبيضالي به. والله ما عرف هاد القضية ديال الكرومب بالعربية، عمرني قلبت عليها. غادي نشوف. لا، لكن شي واحد من الاخوان عارف سميت لكم بالعربية يفيدونا بها، احنا حصلنا تشنجات، سميتها التشنجات العضلية. بالنسبة للسردوان، لا دولور في الجونو، لا دولور في الجونو اذا كان السبب ديالها هو الفيلو، غالبا مشكلة في لابوزيسيون، شد عضلي غالبا. اخويا رضوان، لا بوزيسيون، مهم شي حاجه في البوزيسيون ما مريقلاش بزاف.
يا إما الكرسي طالع أكثر من القياس، يا هاود أكثر من القياس، يا زايد لقدام، يا مولي اللور، يا لي كالم مريقلينش نيشان، إلا كانش مريقلينش نيشان رجلي كانت عوجة شوية ولا. مهم البوزيسيون خصها تريقل مزيان، سيرتو إلا كان داكشي باستمرار. كلام تاني، ما كان قدرش نبقى مدة طويلة وأنا كان بيدالي واقف. اسمع بين فخيت وشخص لا لا لا، ماشي الكلاكاج، ماشي الكلاكاج. خويا يوسف، نولي القضية ديال نبالونسي اون دونسوز، يلا يمكن انت هادي راك ما تبعتش معايا خويا يوسف في الفيديو من الاول، لان شرحت هاد النقطة مزيان في الاول ديال الفيديو، وشرحنا كيفاش خصني نوقف باش نطلع جالس، ومن نطلع واقف الطريقة الصحيحة باش نستعمل هاد الطريقة حتى نكملو، واللي شوفو غادي تلقى الشرح ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سي ادم سي فتحي، لي كوغور ما كيفرقوش ما بين لي كرومب ولي كونفلاج، شي توضيح سي محمد. شوف الكونفلاج عادي، رجليا كيتزير كما كنقولو حنايا، رجليا كيتبوقو، ولكن كنبقى نبيدالي عادي نورمال، رجليا مزيرين مبوقين بسبب العياء، ولا بسبب انني ما مخدم واحد البراكي كبير بزاف وغادي بواحد الريتم طالع، حتى رجليا كيتبوقو مزيرين، ولكن كنتمشى نتمشى عادي. بالنسبه للكرومب اللي هو الشد العضلي، التشنج العضلي، المهم راه عاد الترجمه ديالهم، لاكرومب من جينا خويا فتحي راك عارف راه ما بقاش نقدر نزيد البيدال غالبا. بالنسبه لي كوغور، لي كوغور لي فيتيتيست، هاد لي كرومب، هاد التشنج، هاد الشد العضلي غالبا كيجي في لي مولي، غالبا شي مرات في لي كويس شويه، ولكن غالبا 90% ديال الحالات كيجيوهم في لي مولي صافي، وكيكون بواحد الالم، ولا لو ميسكل يتكونتراكتا وما كيوليش، ما كيوليش في بلاصتو، الو ديك الساعه ما كتقدش تبيضالي، بالسيف عليك خصك توقف. لا شكرا على واجب خويا، مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. سي ادم نكملوا هذه الحلقه عاد نشوفوا الحلقه المقبله ان شاء الله، ما عرفتش والله ما عرفتش، يعني عاد نشوف نكملوا هذه الحلقه، نكملوا الاسئله ديال الاخوان ونشوف، يكون خير ان شاء الله. الله يبارك فيك خويا عثمان، توحشك الخير ان شاء الله. محمد اليماني، مناش يجيو لي كرومب ولي سوليسيون باش ما يبقاوش يجيو. اخويا اليماني انت ما غاديش نجاوبك، غير اسمح لي غادي نجاوبك وتبقى تكرفص عليا في العقابي، غادي نخليك هكذا، انا بغيت لك كرومب يجيوك. سي اليماني، لي كرومب راني راح نعدلك شويه، شرحنا كيجيو بالاساس بجوج حوايج. اول حاجه اذا ما كتشربش الماء بزاف، الانسان اللي ما كيشربش الماء بزاف في لونطريمون ولا في لاكورس، من كتوقع من الميسكل كتوقع له ديزيدراتاسيون، كينقص من الماء بزاف، يبداو يجيوه لي كرومب. سبب هاد السبب نتحكموا فيه، فهمتني، كتحكم فيه، لانه يكفي انك تبقى تشرب الماء مزيان ما غاديش يجيو. السبب الثاني اليماني ضحك، السبب الثاني وهو لا فاتيغ موسكيلير، العياء العضلي. لي موسكل ديالك من يعياو، لي موسكل ديالك باش يعياو كاين جوج اسباب، يا اما درت واحد المجهود اللي كبير بزاف كتر من الطاقة ديالك، ولا لمدة طويلة ما مولفهاش، لأنه كما شرحت واحد المرة راه كاين جوج أنواع كبيرة ديال العياء، جوج، كاين عياء عضلي فاتيغ ميسكولير، وكاين واحد العياء اللي متعلق بالإنرجي، الإنرجي ما بقاتليش في الجسم ديالي. شي مرات بنادم إلا ماكلاش مزيان، ما ترافيطاياش مزيان، هو نورمالمون مازال فيه ما يدفع، مازال فيه ما يبيدالي، ولكن الطاقة ما بقاتلوش في الجسم ديالو، استنزفها كملها صافي، كيوقع له هذاك كيسميوها في لو سيكلي لا فخانغال،
صافي الطاقة ما بقاتش، يعيا يتهنصل. النوع الثاني ديال العياء هذيك ستين فاتيك ميسكيلا، عياء عضلي، لي ميسكل ديالك عياو، لانه كما قلنا ديك الساعة الطاقة ما كتلعب حتى شي دور. كل اللي بغيت، كل التفاح وكل البنان وكل التمر وكل اللي عجب لك حل، والله لا تقعدته، صافي لو كور ديالك عيا. كيكون يا اما لانه مشيت بواحد الريتم عالي لمدة طويلة ساعات، ولا واحد المجهود اللي الجسم ديالك والعضلات ديالك ما مولفينهش. نعطيك مثال، مثلا انت يا مولف في لي زونطريمون ديالك كتضرب جوج سوايع ثلاثة مرة في السيمانة، كدير خرجة طويلة ديال ربع سوايع خمس سوايع، ولكن عمرو هاد العام انت ما ديباسيت خمس سوايع ديال لونطريمون ياك. غادي تجي واحد النهار تبان لك في شي هبلة، تخرج مع شي دراري ولا غير بوحدك، دير شي باركور ديال الهبال، مثلا باركور ديال 9 سوايع ولا 10 سوايع، متفاهمين؟ انت يا عمرو تجاوزت 5 سوايع، وغادي تجي واحد النهار دير 9 سوايع ولا 10 سوايع. الجسم ديالك مين غادي يفوت؟ واخا كاع تاكل اللي بغيت، كل اللي بغيت، واخا تعيا ما تدفع له في الطاقة، ولكن هو مين مين يدفع، مين يتجاوز هذيك ال5 سوايع اللي هو موالفها وعمرو ديباساها، غادي يدخل في واحد الحاجة اللي ماشي طبيعية بالنسبة ليه. تجاوز هذيك المدة بنص ساعة الساعة عادي، راه صافي بارتي دو لونطريمون، ولكن انت تعيق عليه. الجسم ديالك عمرو تجاوز 5 سوايع، وتجي واحد النهار ضرب له 8 سوايع 9 سوايع 10 سوايع، صافي العضلات ديالك واحد الوقيته غادي يبداو يعياو، ما بقاتش مشكلة ديال الطاقة. قلت لك تما كل اللي بغيت دفع له اللي بغيت، هزه الماء، وديك الساعة غادي يبداو بين علامات ديال العياء لي كرومب. لي كرومب غادي يبقاو يجيوك، واشرب الماء ولا ما تشربش ديك الساعة، لي كرومب راهم جايين جايين، ولا ما غتهنى منهم حتى تمشي للدار وتضرب دوش وتضرب مساج وترتاح وتضربها بنعسة، عاد الغدا ليهم مشاو لك لي كرومب. هل نوع الدراجة له تأثير على المتسلق؟ هذا السؤال قبيلة السي آدم جاوبت عليه، راه كان واحد من الإخوان طرح بطبيعة الحال. عنده كما قلنا الدوبل سيسبونسيون ما عندها حتى شي فائدة في العقبة، العكس راه ممكن تكون ان هانديكاب بالنسبة للجرامبور، راه تكون تشكل إعاقة بالنسبة للدراج في العقبة، بالخصوص إذا كان داك لامورتيسور الوسطاني مكان ما كيتبلوكاش مزيان. مازال الا كيتبلوكا مزيان ما كيتحركش كاع من بلاصتو، صافا ما غاديش تاثر بزاف. بزاف ديال لي زامورتيسور كيبقاو فيهم واحد لو بتي روبون، واخا كاع تبلوكيها فوق كيبقى يروبوندي شويه، هذاك راه غادي يشكل لك اعاقه في العقبه، لانه في كل دفعه غادي يبقى يدفع شويه، وغادي يبقى يمتصلك هذيك الطاقه ديالك، هذيك الطاقه اللي نورمالمون تدفع بها راه غادي تبقى تهود بها الارض. الارض من الاحسن سومي ريجيد. كاين حل واحد اللي كوب وليزيت يومش. نيشان نتفق معك، قضية ديال لي زيتيرمون، شوف هي وكنكونو في لونطريمون، إلا كنت غير تريني وقف، إلا كنت غير كتريني وقف، بداو يجيوك لي كرومب وقف اخويا شويه وشرب الماء وكل شي حاجه، ودير شويه ديال لي زيتيرمون، جبد رجليك وهذا، واللي ركب على الفيلو ديالك وكمل. ولكن كيما تقول في لي كورس، انا في لي كورس ما غاديش ندير السينيال ونوقف، في لي كورس الحل الوحيد كمل ديك الطلعه، باش في العقبه مين تكون طالع في العقبه ما عندك غادي دير لي زيتيرمون، الا باش دير لي زيتيرمون غادي توقف البيدال، الا وقفت البيدال غادي تشوف يوقف بيك الفيلو في العقبه، سلك ديك العقبه باش ما كان نكملها، ومين تجي لا ديسونت ولا شويه ديال البلا نجبد رجليا مزيان، غادي ينقصوا عليا الحده ديال لي كرون بزاف. لا شكر على واجب السي اليماني، لا شكر على واجب، لا شكر على واجب السي العلاوي، مرحبا. شي سؤال الشباب، شي اضافه؟ مرحبا. لما ما بقى حتى شي سؤال نختمو.
قبل ما نختمو نذكر الاخوان بلي هاد لا فيديو غادي تبقى اونلاين، اللي ما تبعش معنا من الاول ولا اللي ما شافهاش كاع، اللي حتى شاف لا فيديو ولا تفكر شي سؤال ولا يصيفط لي ميساج بلا جميلة سي العلاوي، يصيفط لي ميساج في لاباج وغادي نجاوبه بإذن الله على حد المعرفة ديالي فين وصلت. تيتون ديزير سي آدم، غير صبر معنا الله يرضي عليك، غير صبر شوية. أنا كنتسنى غير نشروا اللوائح ديال المشاركين في القريب العاجل، لأنه راه صافي لانسكريبسيون وقفت، وصلوا 600 ديال لي بارتيسيبون في تيتون ديزير 2018 راه موقفو. راني كنتسنى غير نشرو اللوائح ديال لي بارتيسيبون، غادي يكون غالبا في الاسبوع الجاي. راه صيفطوا لنا دي ميساج وشي معلومات اضافيه وراني معاك، نخصو حلقه لتيتون ديزير. سي ابراهيم انا يلاه بديت في البيكالا. اخي شوف، راه كاين واحد الحلقه راه هضرنا على هاد الشيء، الناس اللي عاد كيبداو يمكن الحلقه الثانيه ولا الثالثه، حاول تولي تقلب عليها. المهم ولا نصيفط لي ميساج، نصيفط لك الليان ديالها في يوتيوب. وعلى العموم باختصار، بالنسبه للانسان اللي عاد يلاه قال بسم الله عاد بدا، من الاحسن يحاول في الاول ما يتبعش برنامج بروغرام محدد، واحد جوج ثلاثه ولا كاع اربعه ديال الخرجات غير في السيمانه وغير بشويه. كنهضر على انسان مبتدئ اللي عمره في حياته دار البيكالا عاد بدا، في الاول واحد شهرين 3 شهور 3 4 شهور الاولى ما تفكرش في الريتم، ما تفكرش في السرعه. السرعة آخر ما تفكر فيه، ما تحاولش تعاند ولا تزيد في السرعة ديالك، ولا اللي يكون الهاجس ديالك في هذا الأول هو أنه نزيد المدة. يعني مثلا إذا أنت اليوم راه يلاه كدير ما نعرفش ما عارفش ساعة ونص ولا جوج سوايع ما كتجاوزهاش، غادي يكون نحاول كل مرة سيمانة مور سيمانة نحاول نزيد في المدة ديال الخرجات ديالي. نهار اللي نوصل نبقى ندير 3 سوايع حتى 4 سوايع، عاد ديك الساعة عاد نبدا نفكر شوية نزيد في الإيقاع ديالي وفي لا مويان ديالي. وبالتوفيق إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. والصباط ضروري، كتهضر على الصباط ديال الفي تي تي ولا ديال الفيلو بصفة عامة. يا خويا سعد من الأفضل، ضروري ماشي ضروري، حتى حاجة ما كتفرضها عليك، ولكن من الأحسن لأنه كيعاونك بزاف في لو روندمون، لانه راك عارف لو سيستم ديال الصباط ديال الفيلو كي داير لو بيدال، راه كيكون الصباط فيه لي كال لتحت ودوك لي كال كيلصقوا في البيدالات. يعني انه من كنكون بيدالي الصباط ديالي كيبقى فيكس، رجلي كتبقى فيكس فوق البيدال، ما كاينش حركات عشوائيه ما كتحركش. الوغ كو الا كنت كندير صباط عادي ولا سبردينه، اولا البوزيسيون ديالي ما غاديش تكون هي هذيك، ثانيا الرجل ديالي كل مره في الظهر، ثالثا الرجل ديالي غادي تبقى تجليسي وراه تقدر تطيحني كاع، رابعا راه نكون معرض للاصابات لي بليسيغ، لان البوزيسيون ديالي ما مريقلاش مزيان وكتبدل باستمرار. الفي تي تي واه الفي تي تي والله يسهل الامور، الله يوفق. افيك بليزير خويا ادم، مرحبا مرحبا بالساعة. غير بويسكو بما انك هضرت السي ادم على تيتون ديزير، الاخوان معنا اللي حاضرين معنا واللي عارفين هذه القضية دي، المهم المشكل ديالي مع الجامعة المشكل الابدي والازلي. انا المهم راه هضرت شي مرات على هذه النقطة هذه، ولكن مازال غادي نخصص واحد غادي ندير واحد لا بيبليكاسيون لهذا الشيء. راه الجامعة راه مازال في حرب مع الجامعة من اجل المشاركة في تيتون ديزير، لانه واخا انا ما منخرجش وما داخل معاهم وما مسوق لهم، راهم دايرين واحد الحرب، دايرين واحد الحملة شرسة هوجاء باش خوكم محمد التخيسي ما يشاركش في تيتون ديزير، ودعيو معايا ربي يخيبهم وما يوصلوش داكشي اللي بغاو. راه هما دوك كيف شوف، راه كي الهاجس ديالهم حاليا هو الحرمان ديالي من المشاركة في تيتون ديزير، اكثر ما يفكروا هما في المشاركة ديالهم وفي الفريق الوطني ديالهم وفي النتائج ديالهم. الله يهدينا ويهديهم ويهدي جميع المسلمين وصافي. يونس وعليكم السلام ورحمة الله. انا
يا اخي في المغرب ما كان اللي غادي يعاونك بصريح العبارة، غير بقى تما احسن لك، ما كاين والو في هاد البلاد هادي بالنسبة لهذوك، بالنسبة للممارسة الرياضية وفي هاد المجال ديال الدراجات بالخصوص. إذا مستعد تصرف من جيبك وتهلا في راسك يا مرحبا. ما كاينش يا اخي يونس، انا هادشي اللي حنا كنهضروا عليه، كان اللي غادي يقوم كلا اذا غادي الناس راهم وصلوا نيفو قداش ومازال كيصرفوا من جيبهم. ها كاين والو، الاخوان باقي شي سؤال ولا نختمو باش ما نطولوش بزاف على الخوت؟ موعدنا ان شاء الله الاسبوع الجاي نفس الموعد نفس الساعة، يوم الاربعاء ابتداء من الساعة 8 مساء ان شاء الله. في هاد اليومين ولا 3 ايام الجايه غادي نخبركم بالموضوع ديال الحلقه الجايه. نشكر جميع الاخوان اللي تابعوا هاد الحلقه واللي ما تابعوش واللي غادي يتابعوها في يتابعوا التسجيل ديالها، وشكرا على التفاعل ديالكم والاضافات اللي زدتوها وعلى الاسئله، راه من الاسئله ديالكم اللي كيتنمى النقاش واللي كنستافدوا كاملين، راه كلنا كنستافدوا من هاد الشيء هذا. ونتمنى